السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضراتكم بخير جميعا. بمناسبة عيد الفطر المبارك، ربنا يعيد عليكم يا رب الخير دايما. أعرفكم بنفسي، معاكم أحمد علي شعلان، مواطن مصري مقيم في قطر. رسالتي نشر السلام والمحبة، بتمنى من الناس إنها تحب الخير لبعضها. مفيش حاجة مستاهلة إننا نزعل عليها، مفيش حاجة مستاهلة إن إحنا نأذي حد أو نضر حد. في النهاية كلنا رايحين لربنا، كل واحد بيعمل حاجة هترجع له، سواء بالخير هترجع له، سواء بالشر هترجع له. ويكون في بينا ود وعطاء ومحبة. نسامح بعض، لو مثلا واحد ضايقك، واحد زعلك، انت ما تعرفش ايه السبب، تستنى شوية لما الزعل اللي عنده ده يروح، اكيد هتعرف النتيجة ايه، اكيد هتعرف هو عمل كده ليه. هي دي الحاجات اللي احنا بنتمناها من بعض، يكون في بينا ود وسلام ومحبة على طول. وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات جديدة. ولو أنت أول مرة تشوفني، انزل اشترك من العلامة الحمراء اللي تحت الفيديو وفعل الجرس عشان تشوف فيديو جديد. مع السلامة، في أمان الله.